يعني خليني أبدأ عند أستاذ رحاب وأقول إنه تتر المسلسل عموما بنتكلم على 60 سنة دراما، فتترات المسلسل لوحدها صناعة، يعني قدمت موسيقى، قدمت شعراء، قدمت مؤلفين، قدمت صناع للصورة علشان تركيب التتر، يعني قد إيه قدر تتر المسلسل لوحده يبقى قيمة فنية لكل المسلسلات. يمكن ده هيرجعنا لبدايات نشأة التلفزيون المصري أو انطلاق التلفزيون المصري في ما بعد منتصف الخمسينات، لما تأخر البث بسبب العدوان، فمن أول سنة 60 بدأ علاقة المتلقي بالتتر. يمكن في البدايات ما كانش تتر لا مصاحب موسيقى ولا بيصاحبه غناء، يعني قعد فترة حوالي أكتر من 10 سنين عبارة عن موشن جرافيك بأسماء الأبطال، يعني موسيقى كده، يمكن اللي هي من البدايات من أول القاهرة والناس والقط الأسود تحديدا كان فيه 64 سنة 64 كان التتر عبارة عن أسماء الأبطال مع خلفية تدي إيحاء بالرعب، لأن المسلسل كان بينتمي إلى فكرة الإثارة والرعب. يعني بعدها يمكن البدايات كانت بتؤرخ بمحمد رضا، الفنان محمد رضا وهدى سلطان في مسلسل سنة 77 بدأوا هما الاثنين كانوا أبطال المسلسل، فبدأوا يغنوا هما التتر، فبيغنوا ضمن أحداث المسلسل. كررها 78 في مسلسل اسمه برج الحظ، وتوالى بعد كده، يعني نيلي استلمت الفوازير فبدأت تغني التتر من تزامن مع في السبعينات لحد ما شريهان في 85، واستمر هذا. يعني نقدر نقول يعني من نهاية السبعينات بداية الثمانينات بدأت التترات المغنيات وهنا بدأت الفن، ويعني يظهر بقى حاجات مختلفة. بليغ حمدي مثلا في 79 في أوراق الورد عمل من كلمات عبد الوهاب محمد عمل اغنيه مخصوص، ورده كانت بتغنيها بعيدا عن المسلسل، يعني فقط للتتر التتر اغنيه مخصوصه للتتر، وورده احد احدى نجمات المسلسل، ولكن كانت الاغنيه مش بس خاصه بالمسلسل، لا كانت بتتغنى كمان بره، يعني في بعض التترات ما ينفعش تغنى بره. يعني نقدر نقول انه تترات المسلسلات عملت زي اغاني الافلام بالظبط، يعني نفس التركيبه طبعا نفس